بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المبعوث رحمة للعالمين فخامة الأخ الزعيم المناضل علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام صانع مجد هذه الأمة وباني سرحها العظيم الأخوة والأخوات وجهاء ومشايخ ومؤتمري محافظة المحويت وقيادات أحزاب التحالف الوطني الأخوة شباب وناشطي المؤتمر الشعبي العام وممثلي المنظمات الجماهيرية في محافظة الوفاء محافظة السلام والتسامح محافظة العزة والشموخ محافظة المحويت المحافظة التي أبت إلا أن يكون زخم حضورها في هذا اليوم المجيد زخما مهيبا كبيرا كما هو عهدها لتؤكد وفاءها المطلق لراعي لصانع الوحدة ومحقق أحلام اليمنيين فخامة الأخ المناضل الرمز علي عبد الله صالح حفظه الله. إلى كلمة الافتتاح كلمة الترحيب بهذا اللقاء يلقيها الشيخ محمد أبو علي رئيس فرع المؤتمر في المحافظة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين. الأخ المناضل الرمز الوحدوي الزعيم علي عبد الله صالح باني نهضة اليمن ماضيا وحاضرا وإن شاء الله مستقبلا. يطيب لي أن أتقدم باسمي ونيابة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام بمختلف التكوينات التنظيمية وأحزاب التحالف الوطني ومشايخ ووجهاء المحافظة بصادق التهاني وعظيم التبريكات لقيادة المؤتمر وعلى رأس الجميع الأخ الزعيم المشير علي عبد الله صالح وأعضاء اللجنة العامة والدائمة بمناسبة الذكرى 32 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وكذا نجاة الأخ الزعيم من محاولة الاغتيال الغادرة الذي كانت تستهدفه ومن معه من خلال نفق الموت والذي يأتي امتدادا لجريمة دار الرئاسة ولكن بطريقة لم يعهدها أبناء اليمن. وهذا يدل على نمو الفكر الإجرامي لدي الداعمين والممولين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي. ونؤكد أن هذا العمل الإرهابي لن يزيد المؤتمر وقياداته وقواعده وأنصاره ومحبيه إلا صلابة وتماسكا وتلاحما وارتباطا بالوطن وأبنائه من أجل أمنه واستقراره وتحقيق أحلام وتطلعات أبناء اليمن الواحد. وليعلم المجرمون والمتآمرون أن استهداف الزعيم علي عبد الله صالح هو استهداف للمؤتمر الشعبي العام وللوطن بأكمله. وأن أبناء محافظة المحويت تدين وتستنكر هذا الجرائم الشنعاء. ونطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بمتابعة الأجهزة الأمنية بسرعة إنجاز التحقيقات ومعرفة الجناه ومن وراءهم من المتآمرين وإظهارها على الشعب اليمني. إن المؤتمر الشعبي العام ومنذ تأسيسه وهو يدعو إلى وحدة الصف والوسطية والاعتدال لأنه يمني الأصل والمنشأ وقد ترسخ ذلك في أهدافه ومبادئه وميثاقه الوطني وبرامج العمل السياسي في مختلف المراحل والأوقات. لقد حقق المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبد الله صالح الإنجازات العظيمة في مختلف ربوع الوطن وهي شاهدة للعيان ولا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو متآمر أو أعمى البصر والبصيرة. الأخ الزعيم ستظل محافظة المحويت محافظة السلام وفيها لشخصكم الكريم
وللمؤتمر وللوطن، فالوطن أغلى. وستظل المؤتمرية شامخة شموخ جبال أيبان، فقد عزالت عزمة 2011 الخبث من المؤتمر، وأصبح نقيا كالذهب الخالص الخالي من الشوائب. ومحافظة المحويت قدمت التضحيات تلو التضحيات منذ قيام ثورة 26 سبتمبر حتى يومنا هذا، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وطن 22 من مايو. وإننا إذ نهنئكم بالسلامة، فإننا نعاهدكم على الوقوف إلى جانبكم بالروح والمال والدم لما من شأنه إظهار الحق ومصلحة اليمن. حفظ الله اليمن حرا وآمنا مستقرا، وعاش المؤتمر قائدا ورائدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كلمة الشباب في محافظة المحويت يلقيها دكتور محمد الشتالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. أما بعد، فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، تحية طيبة. وبعد، باسم الشباب، باسم محافظة المحويت، باسم السلام والوفاء، نقول لك اليوم السلام عليك علي عبد الله صالح ورحمة الله وبركاته. وسلمت من كل أيادي الكائدين والمراهقين. من لغيرنا نحن الشباب أن ينتقي وجها من وجهك فيختارك أبا وأخا وقائدا وزعيما وقائدا وزعيما ورجل حوار بل وسقراطي اليمن. فهنيئا لك هذا الحب الكبير، هنيئا لك حب الأب والأخ والأخت من قلوبهم جميعا، فلقد نجحت في جعل إقامتك الدائمة في قلوبنا وقلوب السواد الأعظم من اليمنيين. فنحن فخامة الزعيم نزورك كل يوم 5 مرات في صلاتنا بالدعاء لك بأن يحفظك ويحفظ الله بك اليمن. أيها الأب المكلل بالمهابة، لست مجبرا على الانحناء كونك لو تعود على ذلك. أيها المتسامح حتى التغاضي، أرى وجهك الآن، أرى وجهك الآن يستدار اصطفاف جماهيري منقطع النظير. وحول ما نراه كل يوم على شاشة التلفزة إلا خير دليل على ذلك. فأنت محصن بهذه الوجوه الوفية والسواعد الوفية والجليلة، وكافة أبناء محافظة المحويت يقفون في الصفوف الأولى ضد من يعبث بالأمن أو يحاول المساس والنيل بشخص القائد الفذ وموحد اليمن وبالي نهضتها الزعيم علي عبد الله صالح. الزعيم والمعلم والديمقراطي الأول، لا زالت الأيام تثبت لنا يوميا بأنك مدرسة بل وجامعة نتعلم منك كل يوم، نتعلم منك لغة الحوار والتسامح والسمو فوق الجراح، ونتعلم منك حب الوطن والوطنية أيضا. فها أنت قد عجنت طينتك تربة هذا الوطن الطيبة والأصيلة، ولأنها وحدة أنت من أوجدتها وحدودا أنت من أرسمتها على يديك إشراقة مضيئة تعيد لليمن بهاءه والاضطراب عطره وأنيجه. لله ترى علي الفذ من بطل صار اسمه صفة لمن علا وسما، ومن حكيم إذا فاهت له شفة لمحت في كل حرف قاله حكما. إن كان بعض الأولى قد شيدوا مدنا أو كان فرعون يوما قد بنى هرما، لست مأرب أحجارا نقشت به وللتوحد يا علي على يديك نما. فخامة الزعيم علي عبد الله صالح، المحويت اليوم أتت إليكم وأبت إلا أن تكون مع القيم العليا للوطن، قيم المحبة والتسامح والوفاء والكرم. فالكرامة فخامة الزعيم من معدنها لا تستبعد،
والكرم من منبعه لا يستغرب، ولأنك كذلك بل ومن أعظم رجالات اليمن، فالعظماء في الأمور والكبار في العزوة يقتحمون الأبواب المؤصدة بالأبواب المؤصدة فيسجلون في جبين التاريخ لهم أحرف من نور من ذهب. فها أنت قد جنبت البلاد وصنعت أجمل سيمفونية في احتفال شهد له العالم أجمع في نادرة على اليمن ومحيطه الإقليمي للتبادل السلمي للسلطة. نعم نعم أيها القائد الرمز، نعم أيها القائد الهمام، بأنانية الحب نتساءل، فنجدك ونجد علي عبد الله صالح الإنسان من أجنحة يطير يحلق يسير بنا إلى العلياء، يتعب من حوله بأحلامه الوطنية وآرائه الثاقبة ويحلق إلى العلياء حيثما حل يحل الوطن. فأنت لست رجل وليس قائد عادي فحسب، بل أنت شعب في رجل. أيها المشير، إننا في هذا الاجتماع من مشايخ ووجهاء وأكاديميين ومثقفين وشباب ومنظمات مجتمع مدني، وباسم فرع هيئة شهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر بالمحويد، نطالب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي واللجنة الأمنية العليا بسرعة الكشف عن المتورطين وراء جريمة النفق وكل الجرائم السابقة ومن يقفون ورائهم، وإحالتهم إلى القضاء وكشفها للرأي العام ولينالوا جزاءهم العادل. سيد الزعيم، ثق كل ثقة، أننا سندك وبجانبك، وكلنا سواعد بل ومعصم لك أيها القائد المغوار. أخيرا، ها أنت ولا غيرك قد استطعت ولا تزال أن تكون وردة وسيفا يعوبيا يشبه العدل وفارس أخضر لا يعرف الحقد والخصام. فأنت يا جبل الكبرياء ويا سيف القادسية، فبك تصبح الجبال صالحة الهوى والبحر وحدوية الروح. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء محافظة المحميد ومثقفي المحافظة، يلقيها الأستاذ شرف القليسي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأسبق المشير علي عبد الله صالح الزعيم الرائد ورئيس المؤتمر الشعبي العام قائد الدولات الديمقراطية، الإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا الحق اليوم أن نتباهى بهذه الكوكبة العظيمة وبهؤلاء النماذج الذين حضروا اليوم، حضروا وكلهم صمود وثبات، وكلهم إيمان وإخلاص وولاء للقائد الزعيم علي عبد الله صالح. إنهم يذكروني اليوم أيها الأخ القائد الزعيم، يذكروني يوم أن كانوا في أزمة 2011 يتقاطرون من سهول المحافظة وجبالها ووديانها لكي يتسابقوا على صلاة الجمعة في 70 مناصرة للشرعية الدستورية وللوطن وللرمز علي عبد الله صالح. اليوم أيها الإخوة الأفاضل، لنا الحق أن نفخر بكم وبوجودكم. أنتم اليوم من هبيتم سراعا لمناصرة الزعيم القائد والوقوف بجانبه صفا واحدا أمام المخاطر والأعاصير التي تحيط بالوطن وبه شخصيا وبنا جميعا. اليوم حضروا ليستنكروا بشدة العمل الإجرامي الجبان الغادر المتمثل في النفق المظلم الذي حفرته أيادي الغدر وأيادي المكر التي فجرت جامع النهدين في الرئاسة، هي التي حفرت اليوم تلكم الأنفاق، لأنهم لا يعيشون إلا كالجرذان تحت الأرض في الخلاء.
وبحفظه وبنجاتك من هذا العمل الغادر، لأن اغتيالك كان اغتيال وطن لو قدر الله أن يكون، لكن الذي حفظك من بين نيرانهم وأخرجك سالما معافى لتحقن دماء الشعب حفظك هذه المرة وسيحفظك بإذن الله في مرات قادمة. ويدينون هذا العمل الإجرامي يطالبون الجهات الرسمية بسرعة كشف الحقائق والتحقيق في الموضوع وكشف المتورطين تمويلا وتخطيطا وتنفيذا وكل من يقف معهم أو يمت إليهم بصلة. فهؤلاء هم خطر عظيم على المجتمع وعلى الوطن بأسره. وفي نفس الوقت أيها الأخو الزعيم، أتت هذه الجموع العظيمة لتقول لك: نحن درعك الحصين، نحن رجالك الأوفياء في الشدة والضراء، في السراء والضراء، في الليل والنهار، في الشدة والرخاء، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، متى ما طلبتنا فنحن سواعدك ورجالك. وإننا لن نسمح لأي متطاول أن يتطاول عليك إعلاميا أو قولا أو فعلا، سواء من الداخل أو من الخارج، فليسمع القاصي والداني ذلك. أيها الأفاضل، أيها الكرام، لنا اليوم العزة والشرف أن نفتخر بكم، ونفتخر بكل رجال الوطن من شتى القبائل وكافة المحافظات التي تقاطرت تباعا إلى هذا المنزل لتعلن ولاءها ومساندتها للأخ الزعيم. نعم، نقول لكم اليوم نحن نفخر بكم ونفخر بأولئك الرجال أيضا، فهؤلاء هم فخر المؤتمر الشعبي العام، هؤلاء هم الفرسان، ويحق لك أيها الزعيم أن تتباهى بهم وتقول فيهم للآخرين: هؤلاء فرساني، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الشعبي العام ومناصريه ومحبيه ومؤيديه، هؤلاء فرساني، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. لذلك كان الآخرون يخشون صندوق الاقتراع، يخشون صندوق الانتخابات، لأنه سيفضحهم أمام هذه الجحافل الوفية المخلصة. هؤلاء هم العادلات ذبحا، هؤلاء هم الموريات قدحا، هؤلاء هم المغيرات صبحا. من سينافسهم في ميدان السياسة أو في ساحات الوغى إذا دعا الداعي؟ أيها الإخوة، أيها الزعيم القائد، لك الفخر أن تكون قائدا مشروع الحفاظ على الجمهورية، وقائدا لمشروع الوحدة الوطنية التي جمعت بها شتات اليمن، ولك الفضل أن تكون قائد مشروع استخراج النفط والغاز وبناء الجامعات والمدارس وشق الطرق وبناء المستشفيات، لك الفخر أن تكون قائد مشروع الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتصالح والتسامح. أما أولئك فكانوا أصحاب مشاريع هدامة، مشاريع مظلمة، مشاريع قتل وإرهاب وسفك للدماء، مشاريع تجزئة للوطن، مشاريع تفريق. وما نجده اليوم وما نلحظه هو ما كان يحذر منه في الماضي زعيم الأمة وقائد الأمة، وصلنا له للأسف الشديد، لأن أولئك كانوا وما زالوا وسيظلوا صم بكم عمي فهم لا يبصرون.
أنت قائد هذه التحولات العظيمة وقائد هذه المسيرة فلك الفخر. أرادوا إحراقك لكن العود الطيب عندما يحرق ينفح طيبه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طيبة لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما شاورت ما كان يعرف طيب نفح العود. وأن يغطوا عليها وأن يجعلوا عليها ركاما من السبات، لكن أراد الله عز وجل أن تفوح رائحته ومنجزاته وعظمته على المجتمع بأكمله. فخلال 4 سنوات كانت على الوطن وعلى الجميع 4 سنوات العجاف من قبلهم، لكن كانت 4 سنوات صحى فيها العقل اليمني ليعرف الصادق من الكاذب. أقول لك أيها الزعيم، ليكن صدرك متسعا باتساع السماء ونفسك صافية بصفاء السماء، وهذا العلم المؤتمري الأزرق الذي يدل على صفاء السماء هو لنا قدوة ورمز. ليكن علوك علو السماء وشموخك شموخ السماء وثباتك ثبات الجبال، فامشي ثابت الخطى مستقيما متوكلا على الله عز وجل. لا تهزك الأباطيل ولا الأقاويل ولا رياح الباطل أبدا. إذا تحول الناس، والله إذا تحول الناس إلى كالناسين فلكي يغطوا بالتراب صفاء هذه السماء، فأقول لكم سينثرون التراب على رؤوسهم وتبقى السماء صافية بسامة الثغر مرتفعة عالية لا ينالها ولا يطولها طائل. أيها الأخ الزعيم إنني أستحضر قول الله عز وجل في وضعنا الحاضر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهنا صدق الله العظيم، وهنا كفرت بأنعم الله ليس المقصود هو الكفر، ولكن جحدت ونكرت هذه النعم التي أنعم الله بها. أقول لك أيها الزعيم القائد، إن صفة النكران والجحود صفة ذميمة في النفس البشرية. خلقهم الله عز وجل فعبدوا غيره، رزقهم فشكروا غيره، أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يخرجهم من الظلمات إلى النور فقالوا كافر ساحر كاهن مجنون، وأرادوا به الأقاويل. وبعد ذلك وأراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور لكنهم أبوا. لذلك أيها الزعيم، لا تحزن لا تكترث من أولئك الذين مددت إليهم يدك لتنتشلهم من براثن الظلم والجهل والمرض، فأبوا إلا أن يعودوا فيه مرة أخرى. لا تحزن من أولئك الذين علمتهم القراءة والكتابة في الجامعات والمدارس فتعلموا سوء الأدب وقلة الأخلاق وهتك الأعراض والقيم بألفاظ بديعة. لا تحزن ممن هديت لهم قلما ليكتبوا فيه كلاما لطيفا فكتبوا فيه الهجاء والكلام البذيء. لا تحزن مما قدمت، فكل ما قدمته لهذا الوطن مكتوب عند الله وسيخلده التاريخ رضوا أم أبوا. ولن يستطيع أحد أن يغطي على هذه السماء الصافية وعلى هذه السحب أبدا مهما كان. أنت أيها الزعيم لا تتعلم من أولئك الذين أحسنت إليهم فغرسوا خنجر الغدر في طهرك وقد أكلوا من خيراتك وخيرات الوطن. لا تحزن
من أولئك الذين لا يفون بعهده ولا يفون بهم بأيمان، نقضوا العهود والمواثيق، قالوا لنا دولة مدنية حديثة، فإذا بها دولة تجس الرؤوس ويذبحون الجنود كالنعاج. فإذا بها دولة جوع ودولة موت ودولة عذاب للمواطن ودولة تقسيم ودولة تجزيع للأسف الشديد. لذلك أقول للأخ الزعيم، الوطن يحتاج لحكمتك ولصبرك ولثباتك ولصمودك، فاصمد واثبت، وأنت من علمنا الصمود والثبات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله. كتبتها على فوهات البنادق وطلقات الأعيرة النارية عندما أطلقت في الهواء، عندما أطل هذا الرجل في أول خطاب له من إحدى المستشفيات في العربية السعودية بعد حادث جامع النهدين، قلت فيها: برزت فأشرق وجه الهدى، وأخزى بك الله وجه العدى، وما إن تحدثت حتى ارتمت مسامعنا ركعا سجدا، طلعت على الشعب في صورة تبث السنا بيننا والندى، وتبت أيادي الذين اعتدوا عليك وما قدسوا المسجد، رموك ولكن ربك ما رماك ومد إليك اليدا، رموك ولكن ربك ما رماك ومد إليك اليدا، يريدون قتلك يا ويحهم، وهل يقتلون الذي وحدا؟ فما كنت فيما مضى قاتلا وما كنت في الحكم مستعبدا، عليا وحسبك فخرا بأن ترى الشعب لباك مستشهدا، يطوف عليك بأنظاره ويطوف عليك. أما قصيدتي فهي شعبية بهذه المناسبة، لأنك من الشعب وإلى الشعب، سأتحدث معك بلغة الشعب بعيدا عن التعقيدات اللغوية والأساليب النحوية التي لا طائل منها خصوصا في هذه الأيام. قلت: سلامتك يا القائد المغوار، يا حصن شامخ قط ما ينهار، يا أبو حمد يا قاهر الأشرار، قهرتهم بالصبر والإيمان. يا قاهر الأشرار قهرتهم بالصبر والإيمان، لو لم تكن عملاق يا فدم ما اختار قتلك معتدي مجرم، رعاك مثل الليل بتهنجم فقد صوابه، مثل ما السكران قم يزرع الألغام في الجامع، توقيتها لو ما قدك راكع حين فجروها صفق الشارع، قالوا لنا مات واقسموا أيمان، لكن ربك يا علي نجاك نجاك، واخزى كل من عاداك، لو يحفروا أنفاك للشباك روحك بيد الواحد الديان. لكن ربك يا علي نجاك نجاك، واخزى كل من عاداك، لو يحفروا أنفاك للشباك روحك بيد الواحد الديان، حبك سكن، حبك سكن في القلب يا غالي، ويا سق الله عهدك الحالي، كان اليمن في المستوى العالي واحد موحد شامخ البنيان، حكمتها بالصبر والحكمة وقدتها بالحب والرحمة، وصمت فيها الخير والنعمة من إبلبيا لا ربا عمران، لكن أسف، لكن أسف قالوا لنا ثورة قاموا بها في الدائري زمرة، يا أخواننا في الله يا خبرة خافوا من الله اخزوا الشيطان، قالوا لنا يرحل وبا تحتل، يرحل وبكرة با يكون أفضل، شعار ثورتنا بأن يرحل وإحنا حماة الدين والأوطان، رحل علي وازدادت الفعلة، القتل والتفجير بالجملة، لا أمن لا استقرار لا دولة، شعب اليمن ذاق العذاب الوان، زوجانين من غربها للشرق في كل مرفق سرق سرق السرق، أنا ولا غيري لمسنا فرق إلا هموم في كل يوم وحزان.
الشرق في كل مرفق سرق سرق السرق لانا ولا غيري لمسنا فرق إلا هموم في كل يوم وحزان فسادكم يا المشترك مدبول أخليت والتيزر مع البترول جيش اليمن في عهدكم مقتول بيدبحوهم مثل ما الخرفان فسادكم يا المشترك مدبول أقليت والديزل مع البترول جيش اليمن في عهدكم مقتول بيدبحوهم مثل ما الخرفان يا أبو حمد يا القائد الملهم بعدك تجرع شعبنا العلقم كلين غارق في بحور الهم فوض معاناته إلى الرحمن المجد والتأريخ لك يشهد ومنجزاتك رقم ما ينعد من ينكرك يا ذاك أو يجحد يشرب مياه البحر والخلجان المجد والتاريخ لك يشهد ومنجزاتك رقم ما ينعد من ينكرك يا ذاك أو يجحد يشرب مياه البحر والخلجان الشعب كل الشعب يفخر بك والمؤتمر ما زال في دربك اثبت اثبت ولا تخشى سوى ربك احنا معك لو ما بقي انسان من كوكبان الشعب كل الشعب يفخر بك والمؤتمر ما زال في دربك اثبت ولا تخشى سوى ربك احنا معك لو ما بقي انسان ختامها صلوا على المختار وآله الاطهار والاخيار ما ناح طاير في السماء او طار صلوا علي حاضرين الان اللهم صل على القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام في المحافظة تلقيها الأخت رئيسة القطاع الأستاذة إلهام يحيى الديني بكر أسامة القائد الزعيم الأب والإنسان علي عبد الله صالح الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاضر للجميع سلام من الله ورحمة منه وبركاته بالأصالة عن نفسي ونيابة عن القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت محافظة السلام والوفاء جئنا إليك للتعبير عن استيائنا واستنكارنا الشديدين بهذا الفعل الآتم والذي استهدف تعطيل التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية من قبل أولئك الذين لا يريدون أن تمضي اليمن قدما إلى بر الأمان. إننا في هذا اليوم وإذ نعبر عن استنكارنا لنطالب بسرعة الكشف عن الجناح ومحاكمتهم محاكمة عاجلة وإظهار الحقائق للشعب وكشف مصادر التمويل عما قاموا بالتخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة النكراء مؤكدين في ذات الوقت أن التهاون مع المجرمين الذين نفذوا جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وبقاؤهم أحرارا طلقاء دون محاكمة حتى اللحظة قد شجع هؤلاء على الاستمرار في جرائمهم النكراء في استهداف الرموز الوطنية والتاريخية ومن هذا المنطلق نؤكد رفضنا القاطع لحالة التهاون والإهمال المتعمد والمماطلة في متابعة منفذي تلك الجريمة الإرهابية خصوصا وأنه قد تم إطلاق من قد تم ضبطهم والمتهمين الأساسيين. فخامة الزعيم إن المنجزات العظيمة والغالية التي حققتها للوطن وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية خلدتك في قلوب وأفئدة كل أبناء الشعب وستظل خالدا بصنائعك وإنجازاتك العظيمة رغم أنوف أولئك الحاقدون والحاقدون والجاحدون للمعروف لأنك يا فخيمة الزعيم من يمتلك الحب الحقيقي بمعناه الروحي والوطني للوطن ولأبناء هذا الشعب العظيم فقد كنت وما زلت أبا عظيما أبا عظيما في وطنك كنت وما زلت الأحرص على الأمن والسلام والمحبة والوئام والقائد الحكيم والزعيم المدبر الصادق وعود والصادق في وعوده وفي وطنيته صنعت لشعبك أعظم المنجزات حققت أغلى المكاسب ووحدت اليمن واستخرجت النفط والغاز وعبدت الطرقات وبنيت المدارس والجامعات لهذا أيها الزعيم ستظل عظيما لأن العظماء لا يسعون إلى الأسفل بل يزدادون شموخا وعطاء ولن ينساك التاريخ بل وستذكرك كل لحظة فيه مهما حاولوا طمس الحقائق وتشويه كل جماليات عهدك الرغيم لأن منجزاتك العظيمة والغالية شاهدا على كل ذلك
فلك الحب أبدا ولك الوفاء دائما. فقامت الزعيم إن المرأة المؤتمرية في محافظة المحميد كانت ولا زالت صامدة وواقفة وثابتة على مبدأها كما عهدتها، ولن تحيد عنه مهما كانت الظروف. إننا وفي هذا اليوم لنؤكد أننا سنظل الأحرص على كل ما فيه من خير لليمن وعزتها ورقيها وتطورها، عهدا قطعناه على أنفسنا ونهجا اخترناه في المؤتمر منذ النشأة. أنت من علمته لنا ورسخته في كل منهاجنا فكرا وروحا، وسنظل مدافعين عن وطننا وشعبنا ضد كل المتآمرين والخونة من باعوا الوطن واستلموا الثمن. حفظكم الله يا زعيم اليمن من كل سوء ومكروه، وسدد على طريق الخير خطاكم وجعلكم ذخرا وعزا لهذا الوطن. وسلام من الله عليكم ورحمة قصيدة الشاعر الرائع شاعر محافظة المحميد الأستاذ الشيخ حسين حسين الشوطبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الصادق. تاج العروبة، رمز الإباء، الزعيم علي عبد الله صالح. يعجز الإنسان ولكن ما جادت به الجريحة أرجو أن تعفوني إذا كان فيها هناك خفوات. بعنوان سلامات يا رمز التسامح، سلامات رباه يا مرجوف يا المثل همات، عبدك تعك يا رب مطلع مقاله، أنا أحمدك وزن الثرى والسماوات والعرش والكرسي وحرف الجلالة. وبعد يا رمز التسامح سلامات، سلامات يا رمز الإباء والمسامح، سلامات يا قاموس كل الزعامات، سلامات يا تاج العرب والأصالة، سلامات يا فاروق عصرك، سلامات مثلك عمر قام المجلس باغتياله. أمنت يا ليت الوغى في المهمات، أمنت يا ليت الوغى في المهمات، وفي السلام والحلم ما حد مثاله، قد سرت عند الله من أهل الكرامات وبين خلق الله من أصدق رجال. قد سرت بين عند الله من أهل الكرامة وبين خلق الله من أصدق رجاله، فما دفاعه عنك إلا علامات برهان حبه لك، وأكبر دلالة تتهاجموك وانت أفيض العبادات، وبين أيدي من دعا جب سؤاله، ذي قال للشر الشريف كل سلامات على ولي وحد الأهل الضلال. ذي قال للشر الشريف كل سلامات على ولي وخذ الأهل الضلالة، لذا علي نجمك نجوم المجرة عاصاطع في العليا، ولا حد يناله مهما بلغ مكر الخون والحثالات، محل العليا صار الحثالة. مهما بلغ مكر الخون والحثالات، محل العليا تصال الحثالة، ولا الجبل يخشى من الريح هزات، وأنت أشمخ من شوامخ جباله. تسلم ودم يا تاج على كل هامات، يا نور هذا الشعب يا راسنا. تسلم ودم يا تاج على كل هامات، يا نور هذا الشعب يا راس ماله. بل أنت تاريخ ومهد المروات، فأنت من وحد وحقق أماله مستحيل ينساك على مر الأوقات، فأنت للتاريخ مصدر مقاله. تكون في الأحياء، تكون في الأحياء وأعداد الأموات، مستحيل ينساك على مر الأوقات، وأنت للتاريخ مصدر مقالة. تكون في الأحياء أو إعداد الأموات، مثلك في الأجيال تشهد فعالة. فالهاوي فالبحثي والهاوي للكتابات عن حكمتك، كل الكتب في مجاله ويرجوك من وقتك دقائق وساعات، خصص لهم كل يألف رسالة
الأمال والمحويد حاضر وذيئة. الأمال والمحويد حاضر وذيئات. يعاهدك بالله مولى الجلالة إنهم عصايتك لوقت المهمات وسيفك المسلول ودرعك رجالة عهدا عهد الوفاء من قوم لك أنت بالذات عهد الوفاء من قوم والآن ماذا أقول؟ والآن ماذا أقول وبيت عبارات نوصف بها صنيع أهل العمالة الخائن للعهد أهل التفاهات ذيما عملهم غير فعل الرذالة وفسادهم قد فاقوا كل احتمالات في شعبنا ما لا يضاق احتمال وفسادهم قد فاقوا كل احتمالات في شعبنا ما لا يضاق احتماله قد فاقوا إبليس الرجيم في الخيانة وابليس الرجل في الخيانات واصبح يحذر من عملهم إيه فاقوا ابليس الرجل قد فاقوا ابليس الرجل في الخيانات واصبح يحذر من عملهم عياله تذنفك ذي سوه اكبر دلالات تذنفك ذي سوه اكبر دلالات لك يا يمن تقييمهم من خلاله. والآن أشير تالي قصيدي والأبيات إلى الرئيس هادي إلى الرئيس هادي ولو في عجالة أقول يا الربان زر الشراعات فالبحر ما يرحم من ارخى حباله أقول يا الربان زر الشراعات فالبحر ما يرحم من ارخى حباله ويرفع عن الشعب الضرر والمعاناة إن كنت للشاطئ بترجو وصالة رأس الفساد رأس الفساد حطه محط الزبالات واقطع يمين الشر والحق شماله رأس الفساد حطه محط الزبالات واقطع يمين الشر والحق شماله حرام حرام يكون جنبك في الاجتماعات حرام يكون جنبك في الاجتماعات يحضر وهو ساس الدبور والفوالة فالعين 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 هو السين ساس المعاناة فالعين وابن السين ساس المعاناة والحاء حمر صيد بالبلا في الشوارع فالعين وابن السين ساس المعانا والحاء حمل صيد بالبلا في الشوارع وعن طريق الصاد وزيف الشعارات يذنوا جذور الشر في كل حال وعن طريق الصاد وزيف الشعارات يذنوا جذور الشر في كل حالة أما إذا تا وجهت باتصالات ترفع لهم 20 متر زبالة أما إذا تا وجهت باتصالات ترفع لهم 20 متر زبالة فيا رئيس الشعب لب النداءات فيا رئيس الشعب لب النداءات وانهي من وزيح من للشعب يبصد مكاله وبايدم ذكرك بسيط الجمالات وبايدم ذكرك بسيط الجمالات وحب وخلاص كالزعيم بات ناله ما لم تبات بقى محط الملامات إذ أنت ما طبقت حكم العدالة ما لم تبات بقى محط الملامات إن أنت ما طبقت حكم العدالة واسق الصلاة تقشى النبي كل الأوقات محمد المختار طه وآله وكرم يمين ما نهتز وقايدنا يهز الارض هز والخيل يتفزفز وفرسانه يهز وازو فليش نتهز هز وعاد الخيل في الساحه عز
وليش ما نعتز بالرمز الذي دوما يفوز؟ فشم اخوات مركز وكل الخصم من شاجع برز من جاك مزه مز دك الخصم والذحلة فيوز محال محال عن نعجز ونعمل مثل ما عنا نشز نهاية الموجز من ينشق عن حزبة عجوز يا الله يا معبود يا رب الوجود يا الله يا معبود يا رب الوجود يا من خلقت الخلق زينة للحياة صلوا على رسول الله يا الله يا معبود يا رب الوجود يا من جعلت المال زينة للحياة يا من إذا صدري تكوى بالسدود تجعل حراسي بعض زيقي ساليات ثم الصلاة تغشاك يا باهي الخدود ما غرد البلبل على غصن النبات ويا بحري الجامد تبحر لا تنود ما ينفعك نودك والأمواج نايمات أنت أمام نجم الجماهير والوفود علي بن عبد الله زعيم المنجزات سلام لك يا مجل قحطان الأسود أهل الشجاعة ما يخاف الكاسرات سلام لك في القلب مفرش بالورود سلام يهطلك البرد متساقبات سلام لك ما حلت أصوات الرعود وما زارت الفرسان فوق العادية المؤتمر حزبي وشعطيها العود المؤتمر حزبي وشعبيه العهود وما وصى به من قبل ساعات الممات يا مؤتمر يا صف الوجود يا من عليك رسايا من نادي ذبات من أسسك يجعل ربي في صعود ولا عاش من يطلب دستورك شتات المؤتمر كفني ودبري والنهود دستوره الجنة تقشر العصاة أين الذي قالوا علي في القبر دود أين الذي قالوا الزعيم بالأمس مات أين الذي قالوا علي في القبر دود؟ أين الذي قالوا الزعيم بالأمس مات؟ أين الذي ملوا الشوارع بالجنود وذبحوا حتى النعاج الحاملات؟ أين الذي ملوا الشوارع بالجنود وذبحوا حتى النعاج الحاملات؟ هنوا وغنوا يهتفوا ما بايعود وحيوا ليالي الجامعة بالأمسيات؟ هذا الزعيم ما زال مسمار الحسود هذا علي ما زال مسمار الحسود هذا الزعيم يا أهل النوايا الخاربات لا عاش من دلبه على القائد حدود ولا نجي في يوم تذل المرعات أين الذي فاض النصارى واليهود أين الذي فاض النصارى واليهود بل كذب حتى بالأساليب والصفات لم يسمعوا ما قد سمعتم قوم هود وقوم جبع وأهل أيكات العصاة ولا يرم من قبل هذا أو ثمودهم أشر الخلق في تلك الفلات ما استهدفوا جامع خلق الله سجود ولا استهانوا بالرحاب الطاهرة أين الذي رد البهائم للشذوذ أين الذي رد البهائم للشذوذ أين الذي عادوا الحطب فوق البنات؟ أين الذي قالوا يكفينا الوجود ويحسبوا باليوم سعر الصادرة؟ أين الهتافات والعماني والوعود عاد المقالات في الجرائد جالسة؟ قالوا لنا أيام هارون باتوا على يمنا بالحضارة والسنات قولوا لهم والله ما ذقنا برود من بعدكم ولا لقينا من جزاء أين السمك؟ أين الجمل؟ أين القعود؟ أين المواني؟ ما حصل للحاوية؟ انجز مشاريع الزراعة والصدور ليش المزارع في تهامة يابسة؟ انجز مشاريع الزراعة والصدور انجز مشاريع الزراعة والصدور ليش المزارع في تهامة يابسة؟ أين الضرائب والجمارك يا عزول؟ أين العوائد والموارد والزكاة؟ الكهرباء ما صلحوا حتى عمود الكهرباء ما صلحوا حتى عمود الشمع باقي والفوانيس شاهدات أين البنحض من النصارى واليهود إن جت غاثات الأشقة والهبات جتنا الجراد ورجعين حتى القرود والبركة انجف مشاريع الزراعة والصدور ليش المزارع في تهامة يا رسال أين الضرائب والجمارك يا أسود؟ أين العوائد والموارد والزكاة؟ أين المنح ضمن النصارى واليهود؟ إن جت غاثات الأشقة والهبات؟ أين العلاوات للمدرس والجنود؟
أين الفوارق للسنين الماضيات؟ أي الكهرباء ما صلحوا حتى عمود الشمع باقي والفوانيس شاهدة. جتنا الجراد ورجعين حتى القرود. جتنا الجراد ورجعين حتى القرود والبركة ضاعت ودخل الفرد فات. يا أعضاءنا في المؤتمر ليش الجمود؟ يا أعضاءنا في المؤتمر ليش الجمود؟ ليش الجوارح والمشاعر جامدات؟ ليش التبابة واللا مبالاة والركود؟ أقلامكم والألسنة ليش صامتات؟ أين التحدي والتفاعل والردود؟ أين التآزر والتماسك والثبات؟ أين العمل؟ أين التواصل والجهود؟ أين اللقاءات بالشباب والأمسيات؟ نحن الوسيلة والأساليب والنبوذ، نحن الغاية. لبيك يا نجم الجماهير والحشود، لبيك لبيك يا نجم الجماهير والحشود، نحميك من كل الأماكن والجهات لو يحفروا أهل الشقاوة والكدود، لو يحفروا أهل الشقاوة والكدود 2000 خندق في الليالي المظلمات، لو يقبلوا بالصين تحفر والهنود، لو يقبلوا بالصين تحفر والهنود وتدفع الدوحة يجور الحفريات ويتحالف الأخوان مع جن الحيوت مع العبالس وشياطين الطغاة وتركيا الراعي لتنفيذ البنود لدعم هذا الاتفاق والمخرجات، ما بايصالوا لك ولا احنا ولا نحن ربوت، كلا والعيوننا مصابة بالسبات. يا خير الشهود تشهد على حال الجماهير العباد وتجعل القائد بحفظك يا ودود علي بن عبد الله زعيم المنجزات، وكل من شارك بتحطيم القيود وفك عسر الشعب من قيد البغاة ثم السواء تبشاك يا باهر الهدود ما غربت القلب على رسول الله. علي لبيك الندى، نحن الجميع لك الفدا، يا فارس الوحدة يا حامي البلاد من الردى، فالكل أقسم بالوفا والحب دوما صادقة، لعلي عملاق الزعامة فاق فينا سوددا، فأسلم ودم في عزة وسلامة طول المدى، وصلاة ربي دائما تخشى النبي محمدا. أحييكم وأشكركم على مجيئكم، والأخوات المرأة أهلا وسهلا بكم. أنا أرحب بكم أجمل ترحيب وشاكرا مجيئكم وتحمل مشاكل سفر من المحويد حتى صنعاء، وذلك مستنكرين وتشجبون كل أعمال الإرهاب. ما حدث في الشهر الماضي من حفر النفق هو يأتي في إطار مخطط خبيث يستهدف مش شخص علي عبد الله صالح، يستهدف اليمن بكاملها، يدخلنا في حرب أهلية، حرب طاحنة. هذا هو المخطط لهؤلاء المجرمين الخونة والعملاء والذين لا يعيشون إلا على العمالة. هذا الشعب النظيف، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الراقي، هم معدودين بعدد الأصابع الذي خربوا في اليمن. الذي خربوا في اليمن هم حثالة صغيرة، لكن الشعب شعبنا عظيم في كل مكان، شعبنا ثائر، شعبنا وحدوي، شعبنا عظيم، شعبنا حقق المنجزات طوال 52 عام أو 53 عام من يوم قامت الثورة في 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. شعبنا كد بعرقه حتى تحققت هذه المنجزات، وحتى تحصن اليمن وتسور. سور كان اليمن بلا سور، ولكن تسور بترسيم الحدود. سورنا اليمن بترسيم الحدود واستعادة حنيش وترسيم عمان والمملكة العربية السعودية، فاليمن أصبح محصن. كيف هذه الحكومة أن تحافظ على ما تم إنجازه؟ ما تم إنجازه تحافظ عليه وتتقدم إلى الشعب بالأفضل، تقدم الشيء أفضل. إحنا عملنا لهانا وأنتم قدموا الشيء الأفضل. إذا كان عندكم مقدرة الكوادر مؤهلة والشباب مؤهلين، يعني فرق بين 52 سنة واليوم، الشعب مؤهل
في هناك سياسات لبعض الأشخاص يريدوا أن يجهلوا هذا الشعب على أساس يعيشوا. كنا في الماضي في الثمانينات نحاول نشق الطرق إلى القرى والعدل والمحافظات والمديريات، يرفضوا ويخلوا القبائل في هذاك الوقت يمنعوا التركسلات ويمنعوا المعدات من شق الطرقات. ليش؟ يريدوا أن يخلوهم جهال، وأنا أذكرها بالاسم وعلى وجه الخصوص قفلة عذر والعصيبات في المنطقة الشمالية، كانوا يجعلوا منها مزرعة يعيشوا عليها، ما كفاهم أماكن أخرى دون ذكر اسمها، كانوا يعيشوا على إذلال الشعب، كانوا ضد بناء الجيش الوطني القوي، كانوا يريدوا القوات الشعبية. الآن يحلوا محل القوات المسلحة المدربة والمؤهلة بالميليشيات. ليش؟ هما ضد النظام، ضد القانون، هما يريدوا فوضى في الوطن من أجل أن يعيشوا. حكم واحتكم والمربوع المحدوش والمحدوش المحدوش وهكذا. شرع الله مستخدم للصورة، شرع الله في الخطابات المنمقة، لكن على الأرض الواقع هم ضد الشرع، ضد الشرع واضح. فأنا ما أطيل الكلام على الإخوان هم بين الشمس، وأشكركم يا محافظة المحوي من كل قلبي على مشاعركم الطيبة والعظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.